السلام عليكم. السلام عليكم متابعي متابعين قناة شوف تي في. اسمحوا لي كنهضر معكم، ولكن خوت راه مهلوك كتنفس بصعوبة. يلا لقيت هاد الفجوة باش قدرت نهضر معاكم. انا سميتي عادل الطوس، حامل بطاقة التعريف الوطنية BL85096، كنعيش في الدار البيضاء في درب السلطان. انا خوتي 23 في هاد الشهر بداتني شي علامات بحال ديال سخانة عادية، قلت واقيلا غريب سامبل، خديت لها شي دوايات عاديين. نهار 23 في هاد الشهر فقدت حاسة الشم. 24 في الشهر مشيت درت تحليلة في مولاي الحسن، لقيت اني بوزيتيف، صيفطوني عند واحد لاكوميسيون تما، عطاوني اوردونونس عادي فيه الزنك مغنيزيوم هذا ما عارفينش حتى شحال ديال لاتانت عندي ديال البومو، وانا عندي اتانت امبورطون ديال البومو من بعد هذا عرفتها، وقلت سير الدار تريح. مشيت للدار داكشي غادي كيتزاد عليا، الور من موراها كنرجع عندهم والو. مشيت لمولاي صوفي حتى هو اللي كيقولوا ليه مولاي يوسف والو، حيت كتمشي واقف على رجلك. انا الخوت ما عنديش اللي يديني، ما عندي لا بات لا مات، خوت كلها فين سارح بوحدي. يلا عندي واحد البنيه اللي مطلق بها مع امها عندها عامين ونص، ما عندها ما دير ليا. الله يرحم لكم الوالدين اخوت، تعاونوا معايا باش مما كان تعاونوا مع اخوكم. انا راه بحالي بحالكم ولد الشعب، حتى انا راه ولد الشعب، راه اي واحد يقدر يطيح في هاد القضيه اللي طحت فيها حتى انا وما يلقاش اللي عقل عليه. الو راه اخوت سي اشي ميريزغو حتى هما مشيت عندهم ما بغاوش يشدوني، قالك واجي انت واقف على رجلك. انا ما فهمتش هاد الناس واش خاصني نجي ميت باش يلا يقبلوني ولا ما عرفتش. جاو بعض الاخوان اللي كنعرفو تخدم معاهم، جمعوا شي بركه جابوني لواحد الكلينيك كاين هنايا جي ترومبو هو الماس، بحال غادي طالعين فوق طرق عين الدير، حطوني تما. نتوما عارفين لوسبيتاليزاسيون كيفاش دايره تما، غاليه الخوت، الناس هما على قد الحال، ماشي شي واحد اللي لاباس عليهم. الله يرحم لكم الوالدين، الى لقيتو كيفاش تعاونوا معنا وتعاونوا معنا بالبارطاج، حيت هذا الشيء يقدر يوقع ليا كما وقع ليا انا اليوم، يوقع لك انت ولا لولدك ولا لخوك ولا هذا. هادشي الخوت خاصنا نضامنوا بيناتنا الخوت. الله يرحم لكم الوالدين.